نفسنا، بل بالعكس احنا بيبقى عندنا غيره كبيره جدا جدا جدا، وخصوصا على الحته الافريقيه، او لما بنكون في الحته الافريقيه لما تتغلب ثلاثه تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك ثلاثه، لما تتغلب خمسه تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك سته، ما تقلقش من ده، كلنا ايد واحده، كلنا مصريين، بنزعل لو حصل حاجه حتى لو كان الفريق ده بيني وبينه يعني حاجات مناوشات ومنافسات ولا حاجه، لكن في الاخر احنا واحد. لما هنخش على الاطار المصري، الاطار المنافسه المصريه، اعمل اللي انت عايزه وخد تجاربك واعمل وهات لعيبه وهات كل حاجه، ده حقك. احنا كمان لازم نشتغل على نفسنا، احنا كمان لازم نقفل على نفسنا، اختيارنا يكون مظبوط وتقييمنا يكون مظبوط، ونبص لقدام ما نبصش على اللي حوالينا، نبص في نفسنا. انا بقول كل ده عشان الثقه اللي عند الجماهير تبقى موجوده وهتفضل موجوده. الثقه دي انت جايبها من التاريخ، الثقه دي انت جايبها من البطولات، الثقه دي انت جايبها من المواقف، الثقه دي انت جايبها من الانجازات، الثقه دي انت جايبها من عزتك وكرامتك مع نفسك. انت جايب كل الثقه دي، ما تفكرش كتير، ومحدش يقولني حاجه زي ما قلت بعد اذنكم لو سمحتوا على اليوتيوب. انا بفكر في الاهلي فقط، انا بتكلم على الاهلي فقط.